قال الشاعر محمد بن عمرو المري هذه الأبيات: يا راشد العليا لها عشرة بنود، سجل وانا بملك واحفظ عددها. يا راشد العليا لها عشرة بنود، سجل وانا بملك واحفظ عددها. من شان ما يلحق عيب ومنقود، احفظ وصاتي والوصاة اعتمدها. اوصيك قبل الجسم يدبي به الدود، في حفرة لا بد نسكن أحدها. دنيا العنو فيها مشاريب وعدود، كم واحد لحاجة ما وجدها. عليك بالتقوى ترى العمر محدود، واردعها والنفس الدنيا وقدها. واحفظ صلاتك تكسب الرزق والفوت، تكسب مكاسب الحياة وسعدها. جالس هل التوحيد والعز والجود، وترك مقاريد العباد وقردها. واحسن جوار الجار لو كان مقرود، لو جار نفسك لا تبين نكدها. والضيف عطه الطيب والطيب مردود، اكسب جناب الطيبين وسندها. عقب الشحم والبن قدم له العود، حذك من اللي من لفاها حمدها. وبنت الردي لو هي زلال وقرهود، حذراك تقربها وتمسك بيدها. خذ بنت قرم من عند الأجواد محمود، لجا نهار الهوش بين ولدها. وانضامتك دنياك واصبحت مضهود، فاطلب من المولى يحل العقدها. الواحد اللي كل أبونا له سجود، اللي جميع أعمال خلقه رصدها. هذه نصيحة وانت معطيني وعود، واهل الوفا والعرف توفي وعدها. قدمتها بالمسك والطيب والعود، زرعتها لك زرع وانت تحصدها. حميتها من دون ملح وبارود، خوف على المنتقد ينتقدها. واختامها العليا لها عشرة بنود، يلي تبي العليا تمعن وعدها. واختامها العليا لها عشرة بنود، يلي تبي العليا تمعن وعدها.